السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا يلقاكم بصحة جيدة انتما والعائله ديالكم والاحباب ديالكم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره على واحد الخرجه اللي كنا درناها خارج مدينه كالغري، دائما بمقاطعه البرتا، واحد المنطقه جبليه جميله بزاف معروفه واللي كتستقطب يعني مجموعه ديال السياح، سواء الناس من داخل كندا او حتى خارج كندا كامريكا. فخليكم معايا ان شاء الله الى اخر الفيديو. اذا هنايا الطريق ديال الهاي واي كانت عامره بهذا النوع ديال الشاحنات اللي كانوا كيحيدوا الثلج في الطريق. فكما كتعرفوا الاسبوع الفايت كانت مدينه كالغري والنواحي كنعرفوا واحد العاصفه الثلجيه اللي كانت قويه بزاف، الثلج كان تقريبا ما بين 20 حتى 40 سنتيمتر، بزاف الطرقان اللي كانوا محبوسين، الطوموبيلات اللي كانوا غارقين في الثلج. فهنا كما كتشوفوا الحمد لله راح يحيدوا نسبه كبيره من الثلج، والطريق الحمد لله كانت ميسره وكذلك مسرحه. فهنايا غادي نخليكم مع هذه الجوله وسط جبال روكيز بمنطقه بانف، وغادي نعاود نرجع معكم. اذا هنايا وصلنا للباركينغ ديال البلاصه اللي بغينا نجيولها اللي هي ليك لويس. فكما كتشوفوا راه محلول، راه ما سدينوش، لان بزاف الناس يسحب لهم بان راه الاوتدور اكتيفيتيز او الانشطه اللي كدار في الخارج راه سدينها. فكما كتشوفوا هنايا الباركينغ ما كانش عامر بزاف، وهنايا الدخله ديال ليك لويس، هاد الاشجار اللي مغطيه بالثلج كتعطي واحد صراحه واحد المنظر جميل بزاف، وكتفكرنا بواحد المدينه مغربيه اللي معروفة كذلك بالثلج اللي هي مدينة إيفان.
اذا هنا ليك لويس كما كتشوفوا هنايا الناس كيجيو باش كيديروا سكيت او تزحلق على الجليد، فهذه كتعتبر المتعه الاولى ديال الكنديين في فصل ديال الشتاء والثلوج. وهنايا كما كتشوفوا هادو هنايا كلاسا دايرينهم الناس كيجيو كيجلسوا عليهم ملي كيبغيو يبدلوا حوايجهم وكيلبسوا الحوايج يعني ديال الثلج. وهاد البلاصه هادي كتكون عامره بزاف بالعائلات اللي كيجيبوا وليداتهم اللي كيعجبهم كذلك هاد المنظر هذا ديال التزحلق على الجليد وسط الجبال، فهادي متعه ما غيحس بها غير الانسان اللي مشى لهاد البلاصه هادي. وهادي كاسل سنو كاسل او قلعه ديال الثلج، فهي مصنوعه من الثلج وكتكون في هذا الوقت هذا ديال الثلج كيجيو الناس باش كيتصوروا وتياخذوا فيديوهات. فصراحه يعني هذا العام كان قليل، يعني الناس ما كانوش كثار بالمقارنه مع الاعوام الفايته. ربما هذا الشيء راجع يعني الاجراءات اللي خدها الحكومه الكنديه في اطار يعني نقصوا من عدد الحالات ديال الكوفيد 19. وكذلك هذا النهار هذا كان هو نهار ديال البوكسين داي، فربما هذه من الاشياء اللي خلات ان الناس ما كانوش حاضرين بزاف في هذا ليك لويس هذا النهار هذا. فغير بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، فهاد ليك لويس هنايا فهذا واد اللي طبعا تجمد بفعل انخفاض ديال درجه الحراره، فتقريبا يعني في السمك 41 حتى 50 سنتيمتر كلها جليد كلها ثلج، ولتحت راه كاين الماء اللي كيجري عادي. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم وكنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، فضلا المرجو الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي، وما تنساوش لايك ثامز اب. فمن وسط هاد المناظر الطبيعيه للجبال في فصل الشتاء بمنطقه ليك لويس غادي نكون ختمت معكم فيديوهات ديال 2020. فنتلاقاو ان شاء الله في 2021 فيديوهات جديده ان شاء الله. خليتكم على خير والسلام عليكم.